صباحك بكل خير ومحبة، تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في هذا الصباح. وشعارات يا أبناء الغبايل وسن الحدايق، وعلى بركة الله ينطلق الشوط 13 الخاصل الكار من مسافة 4 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الأسماء المندفعة والباحثة عن الناموس وعن الانتصار. نسير مع البداية مع أول الأسماء، الصدارة تنطلق أيضا على الصدارة بشعار سالم بن صالح بن محمد بن سالم بن سعد يتقدم مع الصدارة. ثاني الأسماء من الجانب الآخر تنطلق شفا بشعار سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. وثالث المراكز القادمة بيان مبارك بن ناصر بن عبد الله آل خليفة يتقدم مع بيان مع ثالث الأسماء وثالث الشعارات. رابع المراكز شعار بن سالمين يتقدم مع رابع الانطلاقات مع ثقة عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. وخامس الأسماء وصلت إنجاز بشعار سالم بن راشد بن محمد المحرق ينطلق مع خامس الأسماء وخامس الشعارات. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المدفعة. وعود مع البداية شفا مع أول الأسماء، شفا بشعار البخيت تنطلق بشعار سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. وثاني الاسماء الصداره بشعار سالم بن صالح بن محمد بن سالم بن سعد يتقدم مع ثاني الاسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز القادم شعار هنا مبارك بن ناصر بن عبد الله بن محمد ال خليفه يتقدم مع بيان على ثالث الاسماء. رابع المراكز انجاز بشعار سالم بن راشد بن محمد المحرق ينطلق مع رابع الأسماء. خامس المراكز شعار بن سالمين يقدم لنا ثقة مع خامس الأسماء. هكذا هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء. وهناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. ونعود مع البداية مع الانطلاق الأول مع شفا سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت يقدم لنا شفا مع اول الاسماء واول الشعارات. الصداره من الجانب الاخر سالم بن صالح بن محمد بن سعد يتقدم مع الصداره مع ثاني الاسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز الله يا المنطلقه مع ثالث الاسماء بيان مبارك بن ناصر بن عبد الله بن محمد ال خليفه يتقدم مع ثالث الأسماء. رابع المراكز ورابع الانطلاقات إنجاز إنجاز بشعار سالم بن راشد بن محمد المحرق ينطلق مع رابع الأسماء ورابع التحديات. خامس المراكز القادمة والمنطلقة أول نداء للغزيل سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي يقدم لنا هذا الانطلاق المميز مع الغزيل مع خامس الأسماء. ولكن أعود مع البداية، أعود مع الكيلو متر الأخير والكيلو الخطير. الصدارة على الصدارة سالم بن صالح بن محمد بن سالم بن سعد يتقدم مع البداية مع أول الأسماء وأول الشعارات. الله يا ثاني الانطلاقات وصلت إنجاز سالم بن راشد بن محمد المحرق ينطلق مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء ثالث الانطلاقات قادمة بيان بشعار مبارك بن ناصر بن عبد الله بن محمد آل خليفة. ولكن أعود مع البداية، أعود مع بن جهويل، بن جهويل مع البداية مع الصدارة، الصدارة على الصدارة يا بن جهويل. سالم بن صالح بن محمد بن سالم بن جهويل ينطلق مع البداية وصاحبة نقطتين في هذا الموسم، صاحبة نقطة في المهرجان الأمير الوالد وأيضا صاحبة نقطة في المحل السابع. الصدارة على الصدارة سالم بن صالح بن محمد بن جهويل يتقدم بدون أي توامر عصاتها في بطانها. الله
الله يا الصدارة، سالم بن صالح بن محمد بن جهويل، ومشكور يا فيصل بن جهويل من يقدم لنا الصدارة ومن يراقب لنا الصدارة. تهانينا والناموس من هذه اللحظات لمالك الصدارة سالم بن صالح بن محمد بن سعد بدون أي توامر عصاتها في بطانها. تهانينا والناموس لمالك الصدارة سالم بن صالح بن محمد بن سالم بن سعد على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الأسماء وصل الشعار النعيمي مع نجوى راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، وثالث المراكز مطرح حمد بن صالح بن محمد أبو صلعة، وفي رابع المراكز الغزيل بالشعار سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي، وخامس المراكز سمو بشعار علي بن سالم بن عبد الهادي بن حبيشة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لمالك الصدارة سالم بن صالح بن محمد بن سالم بن سعد، والتضيف الهاتريك. تهانينا والناموس، التوقيت الزمني 6:06:89. تهانينا والناموس لسالم بن صالح بن محمد بن سالم بن سعد على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، ونهني فيصل وسعود على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الأسماء نجوى، والتوقيت الزمني 6:09:23. تهانينا والناموس لمالك نجوى راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، وثالث المراكز مطرة بالتوقيت الزمني ولا حتوصل إلى خط النهاية 6:09:41. تهانينا والناموس لحمد بن صالح.